فرحان انه غادي نزيل مره اخرى من بعد شحال هذه ما جيت انا نشوفو بلو فري ونشوف افلام جديده اللي كنت سمعت عليها سي لوكازيون اون ميم طون نشوفهم وسورتو اننا نحضر التكريم ان شاء الله ديال صديقتي منى فتو لانه كانت معنا في نفس القسم كنقولها تستحقي هذا التكريم كيف قالوا له ليها جميع وفي تكريمها تكريمنا وتكريم الاستاذ ديالنا عباس ابراهيم اكيد كلمة شوف إلا احتفل المهرجان بمنى فتو راه كيحتفل بنا كاملين بنات جيلها ومزيان أن احنا أنا هاد يعني الخطوة اللي عملوها أنهم فكروا في منى فتو اللي كتمثل الجيل ديالنا وأنا فرحانة ليها بزاف وكنقدم لها التهاني ديالي على هاد التكريم.